أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة تانية. الحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنذ اليوم الأول أو اليوم الأول لتوليه المسؤولية ارتكزت فلسفة واستراتيجية الرئيس في العلاقات المصرية العربية على عدة ثوابت يأتي في مقدمتها ضرورة وحتمية الحفاظ على مفهوم الدولة الوطنية العربية وأن الأمن القومي المصري هو جزء أساسي من الأمن القومي العربي أيضا وأنه لابد من تضافر الجهود لمواجهة التنظيمات الإرهابية التي تشكل خطرا كبيرا على الاستقرار العربي وعدم السماح بالتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية. في هذا الإطار مشاهدينا الكرام استضافت مصر خلال اليومين الماضيين القمة الثلاثية التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى الخليفة في مدينة شرم الشيخ. القادة أكدوا ضرورة توسيع التعاون في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات شعوبهم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. أعربوا أيضا مشاهدين عن اعتزازهم بالعلاقات الأخوية الراسخة والمتميزة التي تجمع البلدان الثلاثة مؤكدين حرصهم على إدامة التنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. ثم جاءت القمة المصرية السعودية بالقاهرة والتي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي خلال زيارته لمصر والتي تعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين أيضا وحجم التعاون القائم بينهما في ظل الروابط الأخوية التي تجمعهما على المستويين القيادي والشعبي. تفاصيل كثيرة مشاهدينا الكرام سيتم مناقشتها اليوم مع ضيفي اللي مشرفني النهاردة في مصر كل يوم السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بحضرتك. أهلا بك. الحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة الأخيرة بيهتم اهتمام كبير بالعلاقات الخارجية وبجميع الملفات الخارجية سواء في القارة السمراء أو على مستوى منطقة الشرق الأوسط. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحديدا بالتطور الكبير سواء النوعي أو الكيفي الذي شهدته العلاقات المصرية السعودية. كيف ترى هذه العلاقات خاصة في هذا التوقيت يا فندم؟ الواقع أن الرئيس السيسي الحقيقة بيواجه المشكلات لحلها وليس التعايش معها. نعم. بمعنى أنه أي مشكلة تصادفه داخلية أو خارجية يحاول إيجاد حل لها، هذا الحل يكون مكلفا أو غير مكلف، هو يجتهد كل الاجتهاد لإيجاد حل لأي مشكلة. نعم. وهذا الحقيقة منهج عظيم لحل المشاكل، لأن صحيح. المشاكل عندما تطول يصعب حلها. يعني عندنا مثلا مشكلة زي المشكلة الصومالية من 1990 إلى اليوم. نعم. ف 32 سنة هذا أمر كتير جدا جدا يعني. وبالتالي يصعب الحل. إنما عندما تكون هناك مشكلة ويتم حلها وإيجاد حل لها فإن الأمور تستقر. نعم. وتبتعد عن الصعوبات بعدا كثيرا. وبالتالي فإن زيارة الأمير محمد بن سلمان للقاهرة اليوم زيارة عزيزة الحقيقة وزيارة هامة جدا، لأن العلاقات المصرية السعودية لها خصوصية خاصة، بمعنى أن مصر والسعودية محور مهم جدا في العلاقات العربية العربية. نعم. لأن السعودية لها قدرها ومصر لها قدرها، وبالتالي عندما يجتمعان على تفاهم وعلى تعاون وعلى رؤى مشتركة تكون كل شيء تقلب. والمثال طيب العلاقات المصرية العربية في الفترة الأخيرة يعني فيها تطور كبير جدا. نعم. خلال السنوات الثمانية الماضية على وجه التحديد. نعم. كيف أضاءت هذه الملفات العربية المصرية المشتركة مفاتيح العروبة من جديد؟ نعم. الحقيقة يعني أنا أقول يعني أن العلاقات المصرية السعودية علاقات هامة جدا، وقام بالنسبة للموضوع 30 يونيو كان قامت السعودية بدور مهم جدا، أذكره للمرحوم المغفور له الأمير سعود الفيصل الحقيقة. قام بدور هام جدا في إفهام الاتحاد الأوروبي وفرنسا بالذات قيمة هذه الثورة المصرية الشعبية التي قامت في 30 يونيو، وهذا دور لا ننكره. والملك عبد الله أيضا كان له دور مهم جدا رحمه الله في
تقويه العلاقات المصريه السعوديه. واشار الى هذا الرئيس السيسي في احدى خطاباته الاخيره ملحوظاته، صحيح، انه ذكر انه لولا المساعدات العربيه لمصر لما كانت مصر كما هي الان. بالتاكيد هناك مساعدات كثيره، نعم، لمصر من قبل الدول، نعم، العربيه، ولكن على الوجه الاخر، نعم، مصر الحقيقه بتولي اهتمام كبير جدا بموضوع الامن القومي والعربي ايضا. يعني يعني هذا من الجانب السعودي، نعم، وجانب الامارات يقصد الرئيس بالذات. يعني مصر اعلنت منذ اليوم الاول لتولي الرئيس السيسي ان الامن الخليج جزء من الامن القومي العربي. صحيح، هذا امر مهم. والخليج يتكون من 6 دول رئيسيه بالاضافه الى اليمن. وبالتالي فان هذا التصريح مهم جدا، ويقوي من شان دول الخليج وجعلها في حمايه وفي كنف الرؤيه المصريه، وفي تعاون مهم جدا عسكري بالذات. نعم، الامن يتعلق بالامن العسكري والمخابراتي والامن الداخلي. فهذا العنصر في تكامل بين مصر وهذه الدول وبالسعوديه بالذات والامارات بالذات. نعم. طيب، لو حبينا نتكلم ايضا عن دور هذه القمه التي عقدت اليوم بين المملكه العربيه السعوديه وبين مصر تحديدا، كيف ترى صدى هذه القمه فيما يتعلق بالعلاقات الثنائيه في المجال الاقتصادي؟ الحقيقه في الفتره الاخيره الازمات الاقتصاديه تطل براسها على جمهوريه مصر العربيه وعلى جميع العالم حقيقه، وليس على مصر فقط، ولكن ربما لاحظنا انه تم تكثيف ملفات التعاون والاستثمار الاقتصادي بين مصر وبين العديد من الدول ومنها المملكه العربيه السعوديه، كيف ترى ذلك؟ هذا صحيح، لان جائحه كورونا أصابت الجميع بمشاكل لا حدود لها، ثم أتت أيضا الحرب الروسية الأوكرانية لتضيف إلى هذه الجائحة مصائب أخرى. نعم، فكان من المهم جدا تبادل الرؤى، ولابد من التعاون مع الدول الخليج وبالذات الإمارات والسعودية. لماذا؟ لأن هذا أمر مهم للكيان العربي، لأن مصر لا تعمل لنفسها فقط، ولكن تعمل من أجل العالم العربي وتتضمن معهم في كل مشاكله، وبالتالي أي مصيبة تحل بالعالم العربي تحل بمصر وبشكل أو بآخر. وبالتالي كان لابد من اللقاءات مع المسؤولين في السعودية والمسؤولين في الإمارات، ورئيس الوزراء ذهب إلى الإمارات ليتحدث معهم عن الموضوعات الاقتصادية، والأمير سلمان شرفنا اليوم بالحضور إلى القاهرة ليتباحث في أمور سياسية أيضا اقتصادية، ولكن الأمر السياسي الأساسي الذي جاء من أجله هو التعاون السياسي المهم جدا في المجالات السياسية الكثيرة، موقف الدول العربية من الحرب الأوكرانية الروسية. طيب يا فندم، احنا نعم، بنتكلم برضو سؤال بيطرح نفسه فيما نعم يتعلق بالحرب الأوكرانية الروسية تحديدا. نعم، كيف ترى الموقف الآن فيما يتعلق بهذه الحرب، خاصة أنه لا يمكن أن نفصل أنفسنا نحن كمصريين وأيضا نعم كعرب عن هذه الحرب؟ هي بالتأكيد شأن خارجي، ولكن هي جزء لا يتجزأ من الشأن الداخلي الحقيقة. لا شك الرئيس السيسي أعلن أن الحل لهذه المشكلة هو الحوار. لابد من الحوار، وقف القتال والبدء في الحوار. نعم، حوار جاد وهام جدا، ورؤية لما يمكن أن يحدث. إنما الحقيقة القتال، مصر لا تؤيد الحل بالنسبة لاستخدام القوة السلاح. نعم، مصر تدعو دائما إلى حل مشاكل حلول دبلوماسية والسلمية، وهذا أمر ممكن. صحيح، يعني إمكانياته موجودة، لأن هذا القتال غير مجدي. نعم، ولا يؤدي إلى النتيجة الحاسمة. وآخره لابد من الجلوس للحوار. فلماذا إراقة الدماء ولماذا كل هذا؟ ربما يرى البعض أن هذه، طبعا احنا بنتكلم برضو على الحرب الروسية الأوكرانية لأنها جزء لا يتجزأ، نعم، زي ما قلت أيضا، نعم، من المشاكل الموجودة سواء في مصر أو في العالم العربي أو في المجتمع الدولي. ربما يقول البعض أن هذه ليست هي حرب روسية أوكرانية، ولكنها حرب روسية غربية على أرض أوكرانيا. نعم، إلى أي مدى تتفق مع هذا الطرح؟ نحن مصر نتحدث عن الحرب روسيا ضد أوكرانيا. نعم،
ولا لا لا اثار منتشر على كل ارجاء العالم، اثار في الاقتصاد واثار في السياسه واثار في اشياء كثيره جدا، وحتى في الثقافه لا اثار رهيبه في هذا الموضوع. ولكن الموقف المصري واضح وصريح، لا بد من وقف القتال ولا بد من الدخول الى الحوار لحل هذه المشكله. طيب يعني كانت بحثت القمة أيضا العديد من القضايا أيضا السياسية وليس فقط يا فندم القضايا الاقتصادية، وكان على رأس هذه القضايا هو إنهاء الحرب في اليمن، تلك الحرب الدروس يعني الممتدة منذ فترة طويلة في هذه البلد في هذا البلد الشقيق. كيف رصدت الحوار فيما يتعلق بملف اليمن تحديدا؟ والله منذ تكوين المجلس الرئاسي الجديد والأحوال أصبحت إلى أفضل في اليمن. نعم. وبالتالي فإن تعزيز هذا الرأي كان مسار نقاش بين الرئيس والأمير محمد بن سلمان. وأتصور أن هذا مصر تؤيد رئيس المجلس الجديد وترى فيه حلا ممكنا لوقف القتال في اليمن والوصول إلى حلول يرضاها الشعب اليمني وترضاها شعوب منطقة الخليج. نعم. نعم. طيب احنا برضو بحثت القمة، احنا نرجع تاني يا فندم الى موضوع الاقتصاد. بحثت القمة ايضا الملفات الاقتصادية فيما يتعلق ايضا بالامن الغذائي على وجه التحديد، لانها مشكلة بتؤرق المواطنين ليس فقط في مصر ولكن على مستوى العالم كله. كيف ايضا رصدت تداعيات او مخرجات هذه القمة المصرية السعودية فيما يتعلق بملف الامن الغذائي؟ ملف الامن الغذائي موضوع مهم جدا، تم بحثه بين الامير محمد بن سلمان والرئيس السيسي، وبحثه ايضا المنتدى المنعقد في اسوان الخاص بالسلام والتنميه بالنسبه لافريقيا. صحيح، كان مؤتمر مهم جدا. الموضوع يمس منطقه الشرق الاوسط، المنطقه العربيه، ويمس ايضا منطقه افريقيا كلها كقاره. وبالتالي فان هذا الموضوع موضوع مهم جدا ولابد من بحثه، لأن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى مشاكل كثيرة جدا، وارتفاع أسعار الغذاء وأيضا ارتفاع أسعار الطاقة سيؤدي إلى مشاكل كثيرة جدا، وبالتالي لابد من الانتباه لهذا ولابد من بحثه، وقد تم بحثه. أعتقد أنه لابد أنه تم بحثه والوصول إلى أفكار تفيد في حل هذه المشكلة. طيب هناك متغيرات متلاحقة، حضرتك أشرت إلى مؤتمر أسوان اليوم أو انعقاد منتدى أسوان اليوم، يعتبر فرصة مهمة يعني جدا لربما توحيد الرؤى فيما يتعلق بالمشكلات الخاصة بالقارة السمراء والتي أولاها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة الأخيرة أهمية خاصة بعد ما كانت مهملة أو هذا الملف مهمل في السابق. كيف رصدت أيضا ما تم نقاشه أو الحوار حول في هذا المنتدى فيما يتعلق بتعميق العلاقات مع الدول الإفريقية سواء في النواحي الثقافية أو النواحي الاقتصادية؟ الحقيقة إذا رجعنا إلى كلمة الرئيس السيسي الذي بدأت بالمؤتمر، ممكن نعتبرها جدول أعمال هذا المؤتمر. نعم. لأنه وضع نقاط مهمة جدا بحثا للبحث، وطلب من المؤتمر أن يبحثها ويصل إلى حلول فيها. لأن هو هذه سمة تفكير الرئيس السيسي دائما. يهدف إلى إيجاد حلول للمشكلات وليس معايشة المشكلة. لأن معايشة المشكلة ليست حلا لها. إنما لابد من التوصل إلى حلها. فهو وضع جدولا لمناقشة الأمور خاصة بموضوعات أساسية، موضوع ارتفاع أسعار الغذاء وندرته، وأيضا موضوع الطاقة وارتفاع الأسعار الخطيرة جدا بما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الحياة، وتكاليف الحياة أساسا في أفريقيا بلاد ليست غنية، وبالتالي فإن تكاليف الحياة ترتفع. ومشكلة التصحر والموارد الطبيعية في هذه البلاد. صحيح. هذه الموضوعات الثلاثة مهمة جدا يتم بحثها في هذا المؤتمر والوصول إلى حلول. أنا أتمنى أن يصل في المؤتمر إلى حلول بتواريخ محددة بخطوات محددة تصل إلى نتائج محددة.
وليس فقط بيان يشمل هذه المشكلة. بالتأكيد هذا الأمر يتطلب يا فندم يعني نوع من أنواع التعاون والتكاتف بين مصر وبين الدول الإفريقية حتى تكون هذه المشكلات أو هذه القضايا حاضرة فيما يتعلق أو حاضرة على مختلف الأصعدة الدولية تحديدا الحقيقة. طيب لو حبينا أيضا نتكلم عن دور مصر، هي تعتبر المتحدث الرسمي في الفترة السابقة عن الدول الإفريقية فيما يتعلق في قضايا المناخ في المؤتمر المزمع عقده إن شاء الله في شهر 11/2022. كيف ترى دور مصر كمتحدث رسمي عن الدول الإفريقية، وإلى أي مدى يمكن أن يساهم مثل هذا المؤتمر في جلب العديد من المكاسب أو تحقيق العديد من المكاسب للقارة الإفريقية؟ في نقطتين هامتين جدا. النقطة الأولى أن الرئيس السيسي عندما كان رئيسا للاتحاد الأفريقي في 2019 حضر عدد من القمم مع الدول الصناعية الكبرى، قمة روسيا أفريقيا، قمة ألمانيا أفريقيا، قمة الصين أفريقيا، قمة فرنسا أفريقيا وهكذا. هذه في هذه القمم أشار الرئيس السيسي إلى ضرورة مساعدة الدول الصناعية الكبرى لأفريقيا لكي يتم خروجها من مأزق الفقر وعدم الأمن والتخلص من الإرهاب. فكان حديثه معه أنه لابد من نقل التكنولوجيا إلى أفريقيا لتستفيد من القيمة المضافة، لأن أفريقيا تصدر المواد الخام كما هي. صحيح. وهذا خطأ حقيقة يجب تداركه. تصدر تاني تاخدها بأسعار باهظة التكاليف الحقيقة، رغم أن هي مفروض إحنا يعني عندنا هذه الثروات في القارة. لابد من نقل التكنولوجيا إلى أفريقيا لكي تصدر هذه المواد الخام بنصف تصنيع أو بالتصنيع كامل، لأن هذا سيساعد على إقامة مجتمع جيد في أفريقيا ويؤدي إلى عدم هجرة الشباب، الهجرة غير القانونية التي تحدث وتهدد أوروبا وعدم اللجوء إلى أوروبا واستقرار الأمور ويوقف الإرهاب ويوقف الحروب الأهلية. كل هذا يتضمن أنه إذا حصلت الدول الأفريقية على تكنولوجيا متقدمة في الزراعة وفي الصناعة سيؤدي إلى نتائج باهرة بالنسبة ليس فقط لأفريقيا فقط ولكن أيضا لأوروبا، يجعلها لا تتعرض لمشاكل كثيرة من أفريقيا. طيب بالتأكيد في قمة المناخ الحقيقة احنا بنحاول نعرض كده على جميع القضايا المتعلقة بمصر ودورها سواء فيما يتعلق بالعلاقات المصرية السعودية وأيضا على مستوى الوطن العربي وأفريقيا، وطبعا احنا بنتكلم عن مؤتمر المناخ لأنه حاضر معنا في الصورة. لو احنا لسه بنتكلم على مؤتمر المناخ، لو حبينا نتكلم أيضا عن أنه هناك ربما بعض الرؤى المتعارضة التي قد تنبثق في هذا المؤتمر، ودور مصر بالتأكيد هيكون حيادي إلى حد ما، هتحاول تعمل نوع من التوافق أو الموائمة بين الآراء المتعارضة في هذا المؤتمر يعني. طب حضرتك شايف دور الدول الغربية والاتحاد الأوروبي تحديدا، وربما يعني هو كان محدد أعتقد مبلغ معين من أجل يعني مساعدة إفريقيا في محاربة الانبعاثات الحرارية، ولكن حتى الآن لم يتم السداد أو الوفاء بهذه الالتزامات من قبل الاتحاد الأوروبي. إلى أي مدى يمكن أن يساهم مثل هذا المؤتمر يا فندم في يعني محاولة تحويل هذه الالتزامات إلى واقع ملموس على الأرض بحيث أنها تنعكس من المتابعة نجد أن مؤتمر جلاسكو الذي كان منعقد منذ عدة شهور شهور قريبة التزمت فيه بعض الدول بالتزامات مالية. صحيح. ستقدم إلى الدول الأفريقية لكي تساعدها على تقليل الانبعاثات الحرارية، رغم أن احنا يا فندم ملناش أي دور في هذه الانبعاثات، احنا مفروض بنساهم بنسبة بسيطة جدا، ولكن نحن ضحية يعني كقارة إفريقية وإحنا منها برضو مصر ضحية للانبعاثات الكربونية التي يعني تم يعني اللي تعتبر أساسها هي الدول المتقدمة أصلا. ما هو ده حقيقة طبعا، أن الأساس في الانبعاثات الحرارية ومشاكلها هي الدول الكبرى. صحيح. الصناعية الكبرى. وإنما إذا كان هناك مطلوب دور الدول الأفريقية فينبغي مساعدتها. صحيح. هذا حدث لتفادي المشاكل الكثيرة التي تحدث في الدول الأفريقية. على الدول ستحضر المؤتمر
شرم الشيخ المقرر له بشهر نوفمبر من هذا العام. نعم. يجب الوفاء بهذه الالتزامات. صحيح. من قدر أنه سيساهم بعشرة مليارات دولار يساهم. ويجب أن يوضع لها جدول ويتم تنفيذه وفقا لمقررات معينة تحدث آثار معينة لابد من متابعتها. أنا من أنصار دائما تحديد المواقف. صحيح. أن المبلغ المعين بهدف معين في تاريخ معين. نعم. لابد أن يكون إذا حدث هذا في نجاح في مؤتمر شرم الشيخ سيكون نجاحا كبيرا الحقيقة. ربما كان مؤتمر شرم الشيخ أيضا على طاولة الحديث اليوم بين المملكة العربية السعودية وبين نعم. مصر. كان موجودا فعلا. نعم وكان حاضرا وبقوة. نعم. طيب لو حبينا يعني حضرتك بعين الخبير ما هو أو ما هي توقعات حضرتك فيما يتعلق بمخرجات هذا المؤتمر تحديدا؟ المفردات المؤتمر سيحاول تطبيق ما تعهد به الدول التي تعهدت بإنفاق أموال معينة في سبيل تخفيض الانبعاثات والوصول نعم. إلى النسبة المقررة لتخفيض الانبعاثات الخاصة بكل دولة. ما تم الاتفاق عليه في يعني أساس مؤتمر شرم الشيخ هو مؤتمر جلاسكو. صحيح. فبالتالي إذا تم تقدير هذا المؤتمر والنتائج التي توصل إليها وبحث شرم الشيخ ما توصل إليه المؤتمر في جلاسكو سيحل كل المشاكل. نعم. طيب. القمة النهاردة نرجع تاني للقمة التي عقدت اليوم بين مصر وبين المملكة العربية السعودية تطرقت إلى العديد أيضا من الملفات الإقليمية. إحنا قلنا طبعا اليمن كانت حاضرة وبقوة. نعم. أيضا القضية الفلسطينية كان ليها يعني حضور في هذه نعم. القمة وعلى نعم. طاولة المفاوضات والمحادثات. كيف ترى يعني دور القمة في دعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة تحديدا؟ أنهم سيكون هناك اجتماع مهم جدا جدا سيحدث في القمة القادمة من قمة الخليج. نعم. ستحضره مصر والأردن والعراق والمملكة العربية السعودية سينعقد فيها بحكم أنها دولة خليجية. صحيح. فبالتالي هذا الموضوع سيتم عرضه هناك وحضور الرئيس السيسي وبحضور رئيس الوزراء العراقي وجلالة ملك الأردن. هذا مؤتمر في منتهى الأهمية لأنه ستحضر الرئيس الأمريكي جو بايدن. طيب احنا نتحدث عن هذا الموضوع وباستفاضة لانه طبعا موضوع مهم جدا واحنا نعم. كلنا نترقب هذه الزيارة نعم. من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن ولكن بعد الفصل. أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام فصل قصير ثم نعود مرة أخرى انتظرونا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة تانية لسه بنستكمل حديثنا عن القمة المصرية السعودية اليوم والتي حظيت بالكثير من الاهتمام خاصة أنها تطرقت للعديد من الملفات الهامة سواء الملفات الداخلية ملف العلاقات الثنائية بين مصر وبين المملكة العربية السعودية على كافة المناحي والتعاون الاقتصادي وكان هناك أيضا توقيع العديد من الاتفاقيات هذا بالإضافة إلى القضايا السياسية التي كانت حاضرة بقوة على طاولة المحادثات بين المملكة العربية السعودية وبين مصر. من فقركم مشاهدينا للحديث عن هذا الموضوع احنا مشرفنا في الاستوديو السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بحضرتك يا فندم مرة ثانية. احنا كنا قبل الفاصل بنتكلم نعم. عن نقطة مهمة جدا وهي زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة نعم. العربية والاجتماع الذي سيشمل دول الخليج أو دول التعاون الخليجي نعم. وأيضا المملكة العربية السعودية والعراق والأردن ومصر وطبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي مدعو تحديدا إلى هذه نعم. القمة نعم. كيف ترى مخرجات هذه القمة وإلى أي مدى يمكن أن تساهم في حلحلة بعض المشكلات هذا الاجتماع في منتهى الأهمية لأنه سيعرض المشاكل القائمة مشكلة ليبيا ستكون نعم. محل بحث مشكلة سوريا ستكون محل بحث مشكلة اليمن ستسبق هاتين المشكلتين ليتم بحثهما والوصول لحلول نعم. بالإضافة إلى أن نلاحظ أن الأمير سلمان سيسافر من القاهرة إلى تركيا وسيجتمع هناك بالرئيس أردوغان يعني الآن في سعي لتهدئة المنطقة تكون منطقة هادئة وتحال يعني يتم السعي لحل المشاكل القائمة في المنطقة وليس فقط المنطقة العربية المنطقة كلها
بما في ذلك تركيا والمشاكل التي قائمة بينها وبين اليونان وقبرص. وستكون هذا الاجتماع في منتهى الأهمية، سيحدث انفراجة كبيرة جدا بالنسبة للمسائل كثيرة إن شاء الله. طيب خلينا نقول كده، دلالة التوقيت لهذه الزيارة من قبل الأمير محمد بن سلمان، هذه الزيارة هل يمكن أن نقول أن هذه الزيارة جاءت لتنسيق المواقف العربية قبل شهر من القمة المرتقبة؟ هذا التي كلام صحيح إن شاء الله ستبدأ في 16 يوليو المقبل والتي سيحضرها جمهور. هذا كلام صحيح، تنسيق المواقف، وكما أقول سيذهب إلى تركيا لمقابلة الرئيس التركي أردوغان لتنسيق المواقف ولتهدئة الأجواء في المنطقة. نعم. بحث عن حلول المنطقة، المشكلة السورية والمشكلة الليبية ومشكلة اليمن، تلا هذه المشكلات الثلاثة الحقيقة في منتهى الخطورة وهي الآن تقلق الجميع. نعم. فإذا هدأت هذه المشاكل وهي ممكنة بحضور الولايات المتحدة وبحضور مصر وبحضور دول الخليج وبحضور الجميع هناك، أتصور أنه إن شاء الله يكون في حل لهذه المشاكل وتهدأ المنطقة بدل هذا التوتر الرهيب الذي تعيش في المنطقة. طيب نعم. تحت عنوان قمة شرم الشيخ مصر والأردن والبحرين، هذا هو عنوان القمة، أين أيضا ملف إيران من المحادثات؟ أعتقد أنه سيكون هناك تطرق إلى هذا الموضوع خاصة في ظل المحادثات عندما نتكلم التي تعقد الآن. عندما نتكلم عن مشكلة اليمن لابد أن يأتي ذكر إيران. نعم. لأن إيران هي التي تؤيد بصراحة جماعة الحوثي وتعد المشاكل. صحيح. لأن هذا خروج على الدولة اليمنية، ومصر من أنصار المحافظة على الدولة الوطنية. نعم. لابد من المحافظة على الدولة الوطنية، والسعودية تؤيد هذا الفكر، ودول الخليج تؤيد هذا الفكر. الدولة الوطنية أساس كل شيء. صحيح. فلابد من الحفاظ على الدولة اليمنية، وبالتالي عدم تدخل دول أجنبية وخاصة بالسلاح. هذا أمر خطير جدا الحقيقة، التدخل الإيراني في المشكلة اليمنية تدخل خطير لا تقبل الدول العربية. ربما كان هناك أيضا الحديث اليوم بين المملكة العربية السعودية وبين مصر، حضرتك أثرت نقطة مهمة وهي عدم التدخل في الشؤون الداخلية. نعم. وربما الحديث عن ما تقوم به إيران في اليمن تحديدا هو خير دليل على ذلك، أنها بتحاول ربما التدخل في الشأن اليمني. ولكن إذا حبينا نتحدث أيضا عن إيران ولكن من منظور آخر، وهو الملف النووي وتلك العلاقات المتوترة بين إيران وبين أمريكا أو الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا، وربما المحادثات الأخيرة فيما يتعلق بهذا الأمر. الملف النووي مصر لا رأي فيه، لا تؤيد إطلاقا عايزة منطقة الشرق الأوسط كلها. نعم. تكون خالية من الأسلحة النووية. صحيح. وأولهم إسرائيل، لأن إسرائيل هي التي تملك السلاح النووي، وبالتالي مطلوب من إسرائيل ومن غيرها ألا يعني أن تتخلى إسرائيل عن السلاح النووي، وألا تصل إيران إلى السلاح النووي. هذا أمر مهم جدا ويفيد كل المنطقة، لأن هذا إذا نجحت إيران في التوصل إلى سلاح نووي سيدعو هذا إلى سباق نحو الوصول إلى سلاح نووي، وبالتالي تكون المنطقة كلها متوترة. نعم. وهذا ليس مصلحة أحد. طيب. نعم. تناولت أيضا القمة، احنا طبعا بنحاول على قد ما نقدر كده نعرج على جميع المحاور التي تناولتها القمة اليوم، تناولت أيضا الأزمات التي تمر بها المنطقة العربية ومحاولة الوصول إلى حلول ربما سياسية لها، وكان على رأس هذه الأزمات التي تمر بها المنطقة على وجه الخصوص هي أزمة الإرهاب، الجهود الإقليمية أيضا والدولية التي الحثيثة من أجل السيطرة على الإرهاب. ليس أنا لا أقصد الإرهاب في مصر، لا طبعا إحنا الحمد لله قايمين بدور مهم جدا بالرغم من أنه بيطل برأسه علينا من وقت إلى آخر، ولكن الإرهاب على مستوى الدول العربية، ومنها أيضا كان هناك حديث عن الساحل والصحراء. نعم. اليوم. نعم. تفضل. موضوع الإرهاب يتصل بوجود المرتزقة. يوجد مرتزقة في أفريقيا. صحيح. من دول متعددة معلوم بعضها يعني لدى الجميع. هذا أمر غير مقبول، لأن الدول التي تبعث مرتزقة يكون لها أجندتها الخاصة التي تريدها في هذه البلد. يعني مالي يوجد فيها مرتزقة، دولة مالي وهي دولة أفريقية يوجد فيها مرتزقة، في نيجيريا في مرتزقة،
في إرهاب، في مجموعات تؤيد جماعة بوكو حرام الموجودة في نيجيريا، وجماعة وجماعات أيضا إرهابية موجودة في ليبيا. كل هذا لابد من خروج هؤلاء المرتزقة وعدم احتضانهم هناك، وعدم امدادهم بالسلاح، وعدم امدادهم بالمال. هذا أمر يجب الاتفاق عليه والوصول إلى نتيجة بالنسبة له. طيب من وجهة نظر حضرتك، ما هي الآليات التي يمكن اتخاذها خلال المرحلة القادمة للسيطرة على هذا الموضوع تحديدا، موضوع الإرهاب، خاصة الذي يطال العديد من الدول التي يعني مش لازم احنا مصر، حتى الدول المحيطة. يعني احنا لما يكون في إرهاب في ليبيا بالتأكيد سيؤثر علينا من ناحية الغرب. يعني الإرهاب بأيا كان يعني فإنه في الآخر يعني هو زي ما قال الرئيس، احنا موضوع الدول العربية أمنها هو أمن قومي أو جزء تجزأ من الأمن القومي المصري. نعم. يعني هو لابد من اتفاق الدول. يعني بجدها فرصة مهمة جدا جدا الاجتماع القادم في الرياض في الشهر القادم. نعم. في منتهى الأهمية. لأن موضوع الإرهاب ووجود مرتزقة أجانب في دول عربية ودول أفريقية يهدد الجميع بمصائب كبيرة جدا جدا. فلابد من التواصل فيها إلى حلول على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها هي الدولة الأقوى عسكريا في العالم كله. وهذا أمر معلوم للجميع يعني. فلابد من الوصول إلى حلول موجودة، ولابد من محاربة الإرهاب باتفاق الجميع. باتفاق الجميع. نعم. نعم. طيب لو حبينا نتكلم يا فندم تحديدا عن دور الدولة المصرية في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بالإنجازات التي تقوم بها على المستوى التنموي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاستثماري، وده برضو كان حاضر اليوم أيضا في المحادثات بين مصر وبين المملكة العربية السعودية. لأن طبعا مصر الآن وخاصة بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، فهي تعتبر بيئة جاذبة للاستثمار سواء من قبل العرب أو من قبل الدول أو الاستثمارات الأجنبية. الواضح جدا لمن يتابع ان الرئيس السيسي كان يعني سابقا للاحداث. نعم. يعني له نظره ثاقبه وبعيده المدى الحقيقه. نظريه الاستصلاح 1.5 مليون فدان. نعم. للزراعه، هذا امر مهم جدا. لان هذا سيؤدي الى نوع من انواع الاكتفاء الذاتي في محاصيل زراعيه تحتاجها مصر. ستزرع قمح، والقمح نستورد كمية كبيرة منه من الخارج، وستؤدي إلى أيضا أصناف جديدة من الأرز لا تحتاج إلى مياه كثيرة. صحيح. ويعني في انتشار أفقي للزراعة وانتشار رأسي أيضا. نعم. بمعنى إنتاجية الفدان ستزيد، وهذا أمر مهم جدا. في زراعة سمكي، في أشياء كثيرة جدا خاصة بالزراعة تتم حاليا. صحيح. مجهود رائع من قبل وزارة الزراعة الحقيقة في الفترة الأخيرة، يعني على التقليل من استيراد الغذاء من الخارج. نعم. هذا أمر مهم. طيب لو حبينا برضو نتكلم عن الحوار الوطني. نعم. الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتأكيد. ليه بقى أنا بتكلم عنه؟ هو ليس الشأن داخلي فقط، ولكن هو ليه طبعا يعني تأثير مهم جدا على الشأن الخارجي. إحنا هنتكلم فيه طبعا عن الإصلاح التشريعي والإصلاح الإداري والكثير من الموضوعات الهامة. برضو تأثير الإصلاح التشريعي والإداري ضمن الحوار أو مبادرة الحوار الوطني، لأي مدى يمكن أن توفر زي ما قلت قبل كده بيئة مناسبة وجاذبة للمستثمرين الأجانب؟ والحقيقة بعد هذه السنين التي حكمها الرئيس السيسي واستقرت فيها الأوضاع ورتب الأمور الداخلية، يدعو إلى الحوار الوطني ليشترك الجميع في رؤى معينة تنهض بالدولة المصرية إلى الأمام. نعم. وبالتالي أيضا تؤدي إلى وجود جو من الاستقرار العام في مصر، يدعو المستثمرين ويشجعهم على أن يأتوا إلى مصر للاستثمار. والإصلاح الإداري، الإصلاح الإداري بدل ما هو بيجي كمان الاستثمار. الاستثمار أمر مهم جدا طبعا. أما كيفية أن يتم الاستثمار فهذا لابد من قواعد ولابد من التطبيق والسعي إلى تصحيح الأخطاء الموجودة. حكاية موضوع الشباك الواحد للاستثمار والآخر، أرجو أن يتم هذا وبسرعة، أن يكون هناك تفكير كيفية إتمام هذا الموضوع بسرعة. وقد أنا من ملاحظاتي أن أنا لاحظت في الآن موجود في بعض أجهزة الشرطة. نعم. السجل المدني.
الحقيقه توجد توجد مكاتب تعتبر خاصه او نعم. شبه خاصه، بمعنى انه توجد الرسوم فيها اكثر من المكاتب العاديه. نجحت هذه الفكره، مكاتب نموذجيه باسعار اكثر قليلا من الاسعار العاديه، وتؤدي الى الخدمه السريعه. فهكذا هذا نموذج من الاشياء، في تقديم اكثر من براء يعني، اكثر من نموذج يعني لكل واحد. شاهدته بنفسي انا هذا النموذج، شاهدته بنفسي ووجدت انه يمكن ان نحل مشاكل كثيره. فموضوع الشباك الواحد او سرعه انجاز الورقه الاستثماريه للمستثمر الاجنبي الذي يحضر الى مصر في الامكان، ويمكن تطبيقه برؤيه واقعيه حسيسه وهامه جدا وواقعيه فعلا. وربما كمان يا فندم احنا بنلاحظ ان احنا عندنا كمان العديد من القوانين الباليه التي يعني ربما تتعارض مع بعضها البعض منذ فترات طويله، ولم يتم تحديثها او عمل احلال وتبديل، وفيما يسمى بتشوهات القوانين الباليه. ايضا هذا الحوار سيسهم في ربما تصحيح هذه القوانين واحلالها بالقوانين التي تساهم ايضا في تكون هناك لجنه قانونيه تحاصر. نعم. هذه القوانين صحيح تحاصر. انا من رجال القانون بالمناسبه. فبالتالي لابد من محاصرة هذه القوانين، بمعنى أن يصدر قانون لا يشير إلى هذه القوانين كلها، وقانون واجب التطبيق الآن ويواجه المشاكل الموجودة الآن ويحلها، ويمكن القضاء على كل المشكلات السابقة. طب ماذا عن حرية تداول المعلومات، وهي أيضا إحدى الاتجاهات أو المناحي التي تتجه إليها الدولة فيما يتعلق بالشمول المالي وأيضا المعلوماتي، وفيما يتعلق أيضا يا فندم بنقطة مهمة جدا وهي الهوية، تحديد مبدأ الهوية والثقافة والهوية الوطنية. طبعا ده برضو من بعض الأحزاب بتنادي إليه، يعني إليه ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي. في الحوار يطرح كل شيء، في الحوار كل يقدم ورقة بما يرتضي، ويتم بحث هذه الورقة بين الجميع. نعم. والوصول إلى توافق بالنسبة لنقاط معينة. بالنسبة للمسائل حرية المعلومات وإلى آخره، لا توجد حرية في أي دولة بلا حدود. لابد أن يكون الحرية حدود. لا أنا أقصد مبدأ تداول المعلومات بشكل عام، يعني مبدأ أن بيحط قوانين لتداول المعلومات واستبيان مدى شفافية هذه المعلومات والخروج بالبيانات الرسمية من قبل الجهات المنوط بها من أجل محاربة الشائعات والأكاذيب التي تطل علينا برأسها من وقت إلى آخر. حضرتك حاجة ما موضعت بقوانين لابد من شائعات. نعم. لأن هذا من طبيعة البشر. القانون عندما يتم تحديده ويتم إحكام مواد تنفيذه كمان ده أهم، إحكام المواد أولا ثم التنفيذ الدقيق لها. صحيح. سيقضي على هذه الآفة. نعم. طيب حضرتك شايف بقى كده في النهاية مجمل هذه الأحداث، احنا طبعا اتكلمنا عن الزيارة اليوم من قبل المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان. نعم. وتلك القمة التي عقدت بين المملكة العربية السعودية وبين مصر. تحدثنا. نعم. أيضا عن إن شاء الله القمة المرتقبة في يوليو القادم، عن قمة المناخ، عن أيضا القضايا التي طرحت. نعم. سواء كانت القضايا الإفريقية. نعم. أو القضايا العربية. نعم. بشكل عام كده كيف ترى يعني شكل التعاون بين مصر وبين الدول العربية وأيضا الإفريقية، ربما في إيجاد نوع من التحالف سواء كان سياسي اقتصادي أمني بما يحقق استقرار المنطقة العربية وأيضا القارة الإفريقية؟ من يتابع يجد حركة مهمة جدا، حركة إفريقية وحركة عربية لمصر. نعم. مهمة جدا مع جميع الدول المسؤولة في المنطقة. يعني الرئيس السيسي ذهب إلى زيارة دول أفريقية كثيرة، وزار دول لم يسبق للرئيس مصر أن زارها من قبل. نعم. وبهدف أنه يريد إيصال أفكاره إلى رؤساء هذه الدول. وأتى إلى مصر أيضا رؤساء دول أفريقية كثيرين، بحثوا مع الرئيس السيسي وتبادلوا الأفكار حول رؤى مشتركة، لأن العمل الجماعي في أفريقيا وفي العالم الجماعي في العالم طبعًا. العربي مهم جدا، سيؤدي إلى نجاح كبير جدا. ومواجهة التحديات كمان يا فندم، احنا عندنا تحديات نوع من أنواع العمل الجماعي بين الدول العربية، نوع من أنواع العمل الجماعي. ستكون هذه القمة في يوليو القادم محطة مهمة جدا جدا في سبيل العمل الجماعي العربي. نعم. وأيضا ما يحدث في أفريقيا من التقاء في الاتحاد الأفريقي وحضور القمة
وحضور رؤساء أفارقة إلى مصر، ومن يتابع في الشهر الأخير عدد من الوزراء الأفارقة زاروا مصر، ممثل مبعوث زيمبابوي، نعم. الرئيس السنغالي كان هنا في الشهر من شهرين، وهكذا. كل هذا أمور تدعو إلى التفاؤل بانفراجة كبيرة جدا في العلاقات بين الدول العربية والأفريقية بالتأكيد. ومصر دائما سباقة، ومصر دائما رائدة في جميع المجالات، يعني منذ قدم التاريخ. شكرا جزيلا سعادة السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، كنت ضيفا كريما معنا. أشكرك يا فندم جزيل الشكر، تحياتي لحضرتك. مشاهدينا الكرام، الحياة مهم جدا، دور مصر السباق والرائد في المنطقة العربية وفي القارة الإفريقية، وأيضا على مستوى المجتمع الدولي. جميع الدول وفي على مستوى العالم تنظر إلى مصر، خاصة وأنها ستستضيف هذا الحدث العالمي مؤتمر المناخ. واليوم أيضا كان هناك قمة رائعة بين المملكة العربية السعودية وبين مصر، أسفرت أو كان من أهم نتائجها هو توحيد الرؤى، خاصة فيما يتعلق بالقضايا العربية الراهنة التي كانت موضوعة وبقوة على طاولة المفاوضات. أيضا تحدثنا عن القمة المرتقبة في 16 يوليو القادم بين مصر وبين المملكة العربية السعودية والأردن والعراق، وأيضا دول الخليج ستكون حاضرة وبقوة من أجل مناقشة هذه القضايا العربية. الحقيقة ملفات كتير جدا تناولناها هذا اليوم، المهم في النهاية أن يكون هناك رؤى موحدة ومحاولة تنسيق المواقف بين هذه الدول بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة ومواجهة التحديات. مشاهدينا الكرام، معنا بكرة في نفس الموعد وبرنامج مصر كل يوم. تحياتي لفريق الإعداد والإخراج والفريق المحترم الفني خلف الكاميرات. كنت معكم أنا رانيا البليدي، إلى اللقاء.